خلينا بقى ننتقل مع حضراتكم لامبارح واجواء امبارح اللي كانت زي ما كنت بقول اكتر من رائعه. تم فيها استعراض لكابتن محمود الخطيب ما تم انجازه بنتكلم في 4 سنوات وهي عمر مجلس الاداره، وقعدته كابتن الخطيب افتتح كلمته بتوجيه الشكر لله عز وجل بعد النجاحات اللي تم تحقيقها وكانت حاجه محترمه جدا، وكمان هنئ الجميع طبعا جميع الحاضرين بحلول المولد النبوي الشريف. بدأ توجيه كريم بقى كلمته للحاضرين عن البرنامج الانتخابي اللي جه طبعا تحت الشعار تاريخ مبادئ تطوير، وهو يمكن الشعار اللي استند عليه في العديد من النجاحات اللي اتحققت لخدمة هنا كيان ومبادئ وتاريخ النادي الأهلي، واللي فعلا يعني لو بصينا كده هتلاقيها بتتحقق أو تحققت بفضل الإدارة المحترفة وكمان الموارد المبتكرة النشاط الرياضي. وكابتن الخطيب كمان قال إن كل ما تحقق جاء بفضل أعضاء الجمعية العمومية، ده رقم واحد، جماهير الأهلي ومجالس الإدارات السابقة منذ تأسيس النادي في 1907 حتى الآن. ودي كانت لفتة حلوة قوي كريم، دايما برضو الشخص اللي بيجي بيشكر في الإدارات اللي فاتت دي حاجة في قمة الرقي طبعاً. يعني فكره ان انا انسب كل حاجه لنفسي دي مش عندنا، مش في كيان النادي الاهلي، مش حاجه اسمها كده، عمرك ما هتسمعها في اي يعني في اي مكان في النادي الاهلي. في دايما يعني كده زي ما يتقال شكر، في زي وصله كده مع الاجيال اللي قبلنا دايما اللي بيكون ليها اكيد فضل في النقطه اللي احنا بنكون متواجدين فيها، فكانت حاجه محترمه جدا صحيح بصراحه. مليون في الميه، ودي يمكن من ابرز الامور المتعلقه دايما والمرتبطه ومقترنه بالنادي الاهلي عبر تاريخه، فكره الاحترام والرقي في التعامل، ما بنسفهش من شغل اللي سبقونا، بالعكس بنثني عليه وبناخده نقطه انطلاق عشان نكمل بعد كده. بالظبط صحيح، فحاجه طبعا محترمه جدا الحقيقه. برنامج عائله الاهلي بيتضمن رؤيه واستراتيجيه نقدر نقول ان هي اتحققت بالفعل على مدار ال4 سنوات الماضيه. الرؤيه كانت بتتمثل في الحفاظ على تاريخ النادي وتطوير كل مؤسساته واستثماراته، وكمان تحقيق طفره انشائيه ورياضيه تفخر بيها عائله الاهلي بشكل كبير. وزي ما قال كابتن محمود الخطيب، قوه النادي الاهلي في عائلته وايضا في اعتياده على تسليم الرايه للاجيال المتعاقبه جيل ورا جيل من اجل استكمال رحله النجاحات والانجازات على كافه المستويات والاصعده. وفعلا زي ما قال كابتن محمود الخطيب، الحقيقه في شخصيات أثرت بمنتهى الإيجابية في رحلة ومسيرة النادي الأهلي، ومن ثم تم التفكير في كيفية تكريم هؤلاء نظرا لتأثيرهم الكبير في مسيرة هذا الكيان الكبير المحترم. كمان اتكلم كابتن محمود الخطيب عن الإدارة المحترفة وعن دورها في النهوض بالنادي وعن كثير من التفاصيل، هنتعرف على جزء منها من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل. اتفضل. طيب ايه العنصر الثاني اللي احنا من خلال عشان نحقق الإدارة المحترفة دي احنا محتاجين ايه؟ محتاجين استثمار، محتاجين موارد. علشان كده كان في العمود الثاني اللي موجود قدام حضراتكم. قبل ثانيه واحده قبل ما اتكلم عن العمود الثاني والاستثمار، الاداره المحترفه دي عشان اختم بيها، كان عندنا الاداره التنفيذيه في النادي. الاداره التنفيذيه في النادي زميلنا وابننا العميد محمد مرجان. محمد الحقيقه محمد من الناس اللي اتولدت جوه النادي، من الناس اللي ساهمت مساهمة كبيرة جدا كرياضي وكمحب للنادي وكمان كإدارة. فمحمد أنا بشكره جدا لأن الفترة اللي هو كان موجود فيها وأنا الوحيد اللي ممكن أبقى عارف إيه الحاجات اللي هو تصدى ليها، محدش يعرفها غيري. فمحمد كان الحقيقة كان من الحتت أو من مناطق اللي حماية لحاجات كتير موجودة جوه النادي، فأنا بشكره جدا جدا اللي أدى رسالته على أكمل واجهه بالنسبه لمحمد. الاستكمال دكتور سعد شلبي. دكتور سعد شلبي الحقيقه ما احتجنا له في اخر الشهور الاخيره ديت، هو مع النادي من زمن طويل، مش عايز اقول من 20 سنه مثلا اذا ما كانش اكتر يعني، مع النادي ومستشار تسويقي للنادي الاهلي. الدكتور سعد شلبي هو مستشار التسويق مجلس الاداره الحالي. دكتور سعد في الحقيقه يعني خبرته وثقافته والدكتوراه بتاعته خدمت النادي الاهلي كتير جدا. الوقت اللي اتواجد فيه الدكتور سعد بقى، احنا عندنا 3 شركات اتواجد فيه استثمارات كبيره، فالدكتور سعد التوقيت ده الحقيقه قام بدور كبير جدا في ازاي التنسيق بين ال3 شركات والتنسيق مع النادي الاهلي ومجلس ادارته. بس اللي انا عايز اقوله برضو زي ما قلت على محمد مرجان، مخلص جدا الاثنين، يعني مخلص جدا في شغله، وبقى بيشتغل في النادي الاهلي كمدير تنفيذي دلوقتي، بس بيشتغل برضه بحب زي ما محمد مرجان اشتغل بحب. النادي الاهلي مبني على كده يا جماعه، ف
فأنا بشكرهم الاثنين جدا جدا يعني.